غادي نكمل معكم آخر حصة في تصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية 2019 مسلك علوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية. بقينا في التمرين ديال الميكانيك، وصلنا للسؤال 1-3. يمر المتزلج من النقطة A بسرعة VA تساوي 25 متر بار سكون، ويقطع المسار AB خلال المدة الزمنية 4.4 سكون. بين أن المتزلج لا يمكنه تفادي السقوط بعد الموضع B. يعني أوترمون دي هذا السؤال كيعني أحسب القيمة ديال السرعة في النقطة B، إذا لقيناها منعدمة إذا يمكن لهذا المتزلج يتفادي السقوط. لقينا VB تخالف الصفر، فإن هذا المتزلج لا يمكنه تفادي السقوط. غادي نحسبوا السرعة ديالو في النقطة B، غنستعملوا المعادلة الزمنية للسرعة. السؤال 1-3، غادي نحسبوا السرعة عند النقطة B. المعادلة الزمنية ديال السرعة عندنا في بدلالة الزمن هي A جي تي زائد في صفر. هذه منين كنجيبوا هذه المعادلة الزمنية ديال السرعة؟ باستعمال التكامل ديال داك التسارع اللي لقيناه ثابت. إذا في تي هي A فوا تي بلس في زيرو. شنو هي في زيرو؟ هي السرعة في اللحظة تي تساوي صفر، اللي عندنا حنا في هذا التمرين هي في A زائد في A. في تي هي A جي تي زائد في A. حنا بغينا نحسبو في عند النقطة B. في بي كتساوي A جي في اللحظة تي بي، يعني تي اللحظة اللي غيوصل فيها المتزلج للنقطة B زائد في A. في A تساوي من المعطيات ديال التمرين عندنا هاد المتزلج يقطع المسار AB خلال المدة الزمنية 4.4 سكون. هو انطلق من النقطة A في اللحظة T تساوي صفر، إذا اللحظة اللي غيوصل فيها النقطة B هي 4.4 سكون. والتسارع كنا حسبناه لقينا هو ناقص 1 في 4.4 زائد السرعة ديالو في النقطة A من المعطيات عندنا VA تساوي 25 متر بار سكون. 25 تساوي 25 ناقص 4.4 هي 20.6 متر بار سكوند. نجد أن السرعة VB تخالف الصفر، إذا المتزلج لا يمكنه تفادي السقوط. لا يمكن تفادي السقوط. السؤال الموالي، يمر المتزلج من B بسرعة أفقية VB ويسقط وفق سقوط حر. سقوط حر يعني يخضع لوزنه فقط على سطح الأرض الذي يوجد على الارتفاع H يساوي 3.2 متر من الحلبة AB. في الموضع B دي الأفصول 16.48 متر في المعلم المتعامد والممنضم BEG المرتبط بالأرض والذي نعتبره غاليليا، نختار لحظة مرور G من B أصلا جديدا للتواريخ. المعادلتان الزمنيتان لحركة G هما XG تساوي V B في T وYG تساوي 1/2 G في T أس 2. سؤال 2-1، حدد قيمة TP لحظة وصول المتزلج إلى الموضع P. سؤال 2-1، لحظة وصول المتزلج إلى النقطة B. غنستعملو المعادلة الزمنية اللي معطيهالنا، عندنا XG، XG تساوي VB، VB فوا T. إذا T هي إكس جي على في بي، يعني أن تي بي اللحظة اللي غادي يوصل فيها المتزلج للنقطة بي غتكون هي إكس بي، إكس ديال النقطة بي
اكس اوف سول ديال بي على في على في بي. التطبيق العددي عندنا القيمه ديال اكس بي هي 16.48 على والسرعه اللي حسبنا في بي هي 20.6. الوحدات ما كاينش اشكال، هنا المتر وهنا المتر بار سكوند، يعني غادي نلقاو تي ب سكوند. التطبيق العددي 0.8 سكوند. سيصل المتزلج الى النقطه بي عند اللحظه تي تساوي 0.8 سكوند. سؤال جوج، لتحسين انجازه قام المتزلج بمحاولتان على نفس الحلبه ا بي، حيث مر من بي بسرعه في بي بريم وحقق المدى اكس بي بريم تساوي 18 المدى. حدد قيمه في بي بريم. فهاد السؤال غادي نحتاجو هاد المعادلتين اللي تعطاونا الزمنيتين للحركه، ونستنتجو منهم معادله المسار. سؤال جوج، تحديد في بي بريم. لدينا نكتبوا المعادلتين الزمنيتين للحركة، إكس جي هي في بي في تي، و إيكغيك جي هي واحد على جوج جي تي أس إثنان. إذا بإقصاء الزمن بين هاتين المعادلتين غادي نعوض تي بإكس جي على في بي، إكس جي على في بي. إذا Y جي هي واحد على جوج جي في X جي أس إثنان على في بي أس إثنان. عندنا سرعة جديدة في بي بريم في بي بريم في بي بريم. إذا في بي بريم أو كاري تساوي، حنا بغينا هاد السرعة، كتساوي جي في X جي أو كاري على جوج في إيكغيك جي، يعني أن في بي بريم غنديرو الجذر ديال هادشي هو جي في إكس جي أس إثنان على جوج في إيكغيك جي. وغادي نعوضو بالمعطيات اللي عندنا، كاين لي فالور ديال جي ديال إكس جي وديال إيكغيك جي، وغنلقاو في التطبيق العددي 22.5 متر بار سكوند. هذه هي السرعه اللي خاص يوصل بها النقطه بي باش يوصل المدى اللي هو اكبر من المدى اللي وصل له. فهنايا المدى يوصل 18، وقبل كنا لقيناه يلا غادي يوصل 16.48 متر. ندوزو للجزء الثاني ديال التمرين، دراسه مجموعه متذبذبه. نثبت جسما صلبا S كتلته M بنابض أفقي لفاته غير متصلة كتلته مهملة وصلابته K. عند التوازن ينطبق مركز القصور G لجسم S مع أصل المعلم OE المرتبط بالأرض والذي نعتبره غليليا كما يوضح الشكل 2. نزيح S عن موضع توازنه بمسافة X max ثم نحرره بدون سرعة بدئية، يعني غيكون عندنا هنا واحد الحركة تذبذبية حول موضع التوازن. المعادلة الزمنية للحركة هي هذه. في المعطيات نهمل جميع الاحتكاكات، الكتلة هي 255 غرام. سؤال أول، نكتب معادلة السرعة كما يلي. باستغلال معادلة السرعة حدد قيمة كل من الدور الخاص تي صفر والوسع إكس ماكس والطور في عند اللحظة تي تساوي صفر. السؤال الجزء الثاني، السؤال الأول واحد، غادي نكتب التعبير ديال المعادلة الزمنية للحركة إكس هو إكس ماكس كوس دو بي سيغ تي بلوس في. ثم التعبير ديال السرعة في هي ناقص 0.25 سينوس
جوج بي تي. هذا التعبير ديال اكس والتعبير ديال في، ومنهم جوج من هادو خصنا نستنتجو القيم ديال اكس ماكس لوز وديال الدور التسافر ديال الطور في عند اصل التواريخ. غنطلق من هاد الاولى، المعادله الاولى غادي نديرو لها المشتقه، لاننا نعلم بان السرعه في هي المشتقه ديال الافصول اكس تساوي المشتقه ديال هادي. المشتقه ديال الكوسينوس هي ناقص سينوس ناقص تبقى لنا الاكس ماكس، والمشتقه ديال هادشي اللي في وسط الكوسينوس هو جوج بي على التسافر سينوس دو بي سور تي زيرو تي بلس في. اذا غنديرو المماثله ديال هادي مع هادي، عندنا في تي في كتساوي ناقص اكس ماكس دو بي سور تي زيرو سينوس ديال هذا، وفي نفس الوقت هي ناقص 0.25 في سينوس. غيكون عندنا هادشي اللي حدا الزمان هو نفسه اللي كاين هنا، عندنا دو بي كتساوي دو بي على التسافر، وعندنا ناقص اكس ماكس في دو بي سور تي زيرو كتساوي ناقص 0.25، وعندنا هنا ما كاينش في ما كاينش في، اذا القيمه ديالها هي صفر. وبالتالي عندنا تي صفر يساوي واحد سكوند، اكس ماكس القيمه ديال اكس ماكس هي غادي نحيدو الناقص مع الناقص وغتبقى لنا 0.25 في تي زيرو على دو بي. التطبيق العددي ديال اكس ماكس غادي يعطينا اكس ماكس تساوي 4.10^2 متر او 4 سنتيمتر، والقيمة ديال في زيرو هي 0.0 راديان. هادو هما القيم ديال الثابتات تي صفر و اكس ماكس و في. السؤال واحد جوج، تحقق ان قيمة صلابة النابض هي 10 نيوتن بار متر. منين غنجيبو القيمة ديال الصلابة النابض غادي نستعملو التعبير ديال الدور تي صفر. نعلم ان تي صفر هو دو بي غاسين ديال ان على ك. رقم السؤال واحد جوج، قيمة ك صلابة ك، لدينا تي صفر تساوي جوج بي جذر ام على ك. اذا تي صفر اس اثنان هي 4 بي اس اثنان ام على ك، ومنه ك هي 4 بي اس اثنان ام على تي صفر اس اثنان. وغادي نعوضو كل شيء كاين في المعطيات، الكتلة 225 غرام خاصها تحول لكيلوغرام، والتي صفر احنا لقيناها هي 1 سكوند. اذا التطبيق العددي غيعطينا نفس القيمة اللي عندنا في التمرين، هي 10، القيمة ديال الصلابة هي 10 نيوتن بار متر. هنا نتابعو غير الوحدة، الكتلة ام في المعطيات كاينة بالغرام، خصنا نضربوها في 10^3 باش نحولوها للكيلوغرام. ام خاصها تكون بالكيلوغرام ماشي بالغرام. والسؤال الاخير، حدد تعبير قوة الارتداد اف المطبقة من طرف النابض على الجسم الصلب اس عند اللحظة تي تساوي 0.5 سكوند. السؤال الثاني، تعبير قوة الارتداد لدينا، اذا حسب التعريف ديال قوة الارتداد اف هي ناقص ك اكس في اي ناقص ك اكس اي. حنا بغينا قوة الارتداد عند اللحظة 0.5 سكوند، عند اللحظة تي تساوي 0.5 سكوند غتكون عندنا اف هي ناقص اف تساوي
ناقص ك في x عند اللحظة t تساوي 0.5 سكوند في اي تساوي نعوضو ان ناقص ناقص ك هي 10 و x عند اللحظة t تساوي 0.5 سكوند. غادي نحسبوها من التعبير ديال x بدلالة الزمن. لقينا ان x ماكس هي 4 سنتيمتر، t صفر هي 1 وفي هي 0. غتكون عندي هنايا x ماكس كوس جوج بي على تي صفر كتساوي 1 و تي 0.5. الاف تساوي ناقص 10، نعوض حتى x ماكس هي 4 في 10 أس ناقص 2، جوج في 0.5 هي 1، يعني كيبقى لنا غير الكوس ديال بي تساوي الكوس ديال بي هو ناقص 1 مع الناقص كيمشي. غادي تبقى لنا س نكتب شنو اي، يعني متجهة خصني نبقى كتبها اي. يعني فينالمون غادي نلقاو أن F تساوي 4 في 10 أس ناقص 1 في إيه؟ أو 0.4 هذا هو التعبير ديال قوة الارتداد عند اللحظة T تساوي 0.5 سكوند. إذن هذا الشيء اللي كاين في هذا الموضوع ديال الامتحان الوطني. نتمنى انه يكون كل شيء مفهوم وفرصة طيبة للجميع.